على تعود الكره الان الى بيتروس. بيتروس الان جول جول. لا والله كاسيو كاسيو الان يرفض ذلك. التقدم الان والتسديد. جول جول لمصلحه نادي النصر. قلت النصر ما راح يسكت ابد. هذا صانع السعاده صانع الفرح في مدرجات النصر. هذا جوليانو. جوليانو يسجل الهدف الاول ويحرز هدف تقليص الفارق قبل نهايه الشوط بخمس دقائق. لكن خطا توامبا. هذه التمريره بيتروس اضاع امام كاسيو. لكن يا جماعه بالصناعه الى جوليانو. جوليانو ما صدق خبر الهدف السابع بالنسبه له في الدوري وهدف تقليص الفارق امام التعاون. لكن